بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدت أبناء الشعب الكويتي في الجلسة الافتتاحية بأني سأكون مشرعا نشطا ومراقبا يقظا، أبدأ اليوم بتقديم 7 اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى بعض الأسئلة البرلمانية في أول حزمة، ستليها إن شاء الله حزم أخرى. بالنسبة لي سأبدأ بقانون اقتراح بقانون نوعي، لأنه هو اقتراح بقانون بتفسير تشريعي، وحسب بحثي آخر مرة استخدم عام 1986، قدم من قبل الأفاضل صالح الفضالة، دكتور يعقوب حياتي، مشاري العنجري، خميس طلق عقاب، حمد اليوعان رحم الله من توفاهم منهم وأطال الله في عمر منهم على قيد الحياة، تقدموا لتفسير أو توضيح تفسير مادة من مواد المحكمة الدستورية. احنا الكل يعرف الخلاف او تعدد الاراء فيما يتعلق في قانون المسيء. بالنسبة لي من يوم اقراره في مجلس الامة وعقوبة من يسيء للذات الاميرية، وهذا مبدأ لن احيد عنه، انما كان واضح عندنا بانه لا يسري باثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون. وهذا الكلام انا ما اقوله اليوم، هذا الكلام قيل في 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 جلسة مجلس الأمة في 22/6/2016، بعد ما نشر في الجريدة الرسمية في 29/6، كان هناك تصريح مني للصحفيين في 3/7/2016، كان في مقابلة تلفزيونية في 16/10، كان في عدة تصريحات كلها كنت أؤكد بأنه لا يسري بأثر رجعي وليس الهدف منه إقصاء أطراف أو 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 أشخاص. الآن حتى لا ندخل في موضوع إلغاء القانون وتدخل في إشكالية أن كيف تلغي عقاب المسيء للذات الأميرية، وهذا لا يستقيم مع يعني المنطق والواقع، ولا ندخل في إشكالية أن والله نصوت حنا وياه بأغلبية والحكومة تصوت وياه وبعدين تم رد القانون من قبل القيادة السياسية، وهذه الأمور التي تحدث يعني في السياسة. أنا بعيد عن كل هذه الأمور، أنا أتكلم عن وجهة نظر الشخصية بحل يقطع الشك باليقين ويمنع أي اختلاف في التفسير، لأن حصل في اختلاف في الآراء، حصل في أحكام قضائية متباينة ما بين التمييز وما بين المحكمة الدستورية. فالتشريع التفسيري هو الذي يعبر عن نية المشرع الحقيقية، وبما أنني كنت رئيسا لمجلس الأمة، لم أكن مقدمي هذا القانون، لكني كنت رئيسا لمجلس الأمة أثناء صدور هذا القانون، فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون بالتفسير التشريعي اللي هو من مادة واحدة. لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها أي الفقرة على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون. واضح، لا لبس فيه، ما يكون في خلاف، حتى من يعتقد بأن ممكن يصير في سوء فهم بأن الجرائم التي حدثت قبل صدور القانون بينما أحكامها صدرت بعد صدور القانون قد يطبق عليهم. لا، وضحت في المذكرة التفسيرية في الفقرة 1-2-3-4 في الفقرة الرابعة، فمن البديهي ألا يتم تطبيق القانون بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي وقعت قبل صدور القانون وإن صدرت أحكام هذه الجرائم بعد صدور القانون ونشر في الجريدة الرسمية. هذا آلية إقراره نفس آلية إقرار الاقتراح بقانون، يذهب إلى اللجنة المختصة، يكون لجنة تشريعية، ثم إلى مجلس الأمة، ومجلس الأمة يصوت عليه في مداولتين. لا يوجد هناك فرصة أو خطر رد القانون لأنه تفسير والتفسير لا يرد على الأقل من ناحية نظرية. لا يوجد هناك لبس أو خلاف بأن والله في تراجع من قبل السلطة أو في تراجع من قبل، هذا يعبر عن نية المشرع وأنا رئيس مجلس الأمة أثناء ما صدر هذا التشريع، وينهي أي خلاف في التفسير وتعدد الآراء. هذا فيما يتعلق لمن هو جاد. الآن أنا علي شخصيا قدمت القانون، إنهاء في اللجنة هو مسؤولية أعضاء الزملاء أعضاء اللجنة التشريعية، إنهاء في المجلس، وأنا أعتقد ممكن يخلص في أول جلسة، لما عندنا 7 جلسات في 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 شهر 7، هذا ممكن يخلص بأول جلسة وبسهولة، هي مسؤولية أغلبية المجلس التي لا أملكها، إنما أملك نفسي كعضو مجلس أمة وسأمارس
كل صلاحياتي وأدواتي الدستورية. أيضا قدمت في الإصلاح السياسي، أيضا في حزمة الإصلاح السياسي، قوانين الهوية الوطنية اللي سبق أن قدمتها في المجالس الماضية ووعدت ناخبيني بإعادة تقديمها وقدمتها، سواء ما يتعلق في الحل الشامل العادل لقضية البدون اللي سبق أن قدمتها في المجالس السابقة، وأيضا ما يتعلق بإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، نفس بالضبط نفس القوانين السابقة على تقديمها. قدمت أيضا قانون جديد تحدثنا عنه يمكن في الاتحاد البرلماني الدولي سابقا، وكان سبب في ارتفاع مرتبتنا يعني برلمانيا في الخارج، لكني أقدم اليوم. نلاحظ الآن في المجلس الحالي مثلا لا توجد إلا امرأة زميلة واحدة، الأخت الفاضلة جنان بوشهري، وظل عدد النساء في مجالس الأمة المتعاقبة يمكن أعلى رقم كان 4 وبعض المجالس كان 0، وهذا يسبب غلط بالتأكيد لأن أكثر من 50% هم من النساء، وأيضا يسبب لنا حرج في المؤتمرات الخارجية، وقد يعطل نوعا ما يعطل التمثيل الحقيقي والتجسيد لدور المرأة في المجتمع. لذلك تقدمت هذا القانون اللي هو تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: وعند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث حتى أتلافى موضوع الكوتا والمحاذير الدستورية بهذا الاتجاه. يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن 5 المقاعد المقررة للدائرة، وبالتالي 20% من التمثيل، كانت 5 دوائر تغير النظام الانتخابي، 20% من التمثيل يجب أن يكون لأحد الجنسين الغير ممثلين في هذه الدائرة، وأعتقد هذا سينصف المرأة ويساعد على ترشح عدد أكبر من النساء، لأن الكثير منهن يعزفن عن خوض الانتخابات بسبب تضاؤل الفرص. هذا يؤكد بأن 20% ويتلافى، يجب أن يعني أعترف بأن هناك آراء مختلفة فيما يتعلق في دستورية هذا القانون، لكن مجموعة من الخبراء الدستوريين وأنا رأيي بأنه دستوري ويفترض أن يقر. أيضا تقدمت بقانون بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، وحقيقة إحقاقا للحق هو قانون مقدم من الأخ يوسف الفضالة وآخرين، ما يتعلق في المحكمة الدستورية، مو تغيير المحكمة الدستورية والأمور الأخرى اللي يتكلم عنها البعض، أنا فقط أتكلم عن جزئية بأنه البت في مراسيم الحل يأتي قبل الانتخابات حتى لا يتحمل الشعب الكويتي أو الناخبين وزر وأخطاء الحكومة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمراسيم الحل. يخطأ رئيس الوزراء أو تخطأ الحكومة وبعدين الناس تطلع وتصوت ويأتي الإبطال بسبب إجراءات المحكمة تحكم بصحيح الدستور والقانون، وبالتالي المسؤول عن الإبطال هو الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تتبعها الحكومة أو رئيس الوزراء، فتخطئ الحكومة والناس تتحمل وزر هذا الخطأ وتبعاته. أنا أعتقد هذا مو سليم. اللي تقدموا فيه الأخوان في السابق كنا نحاول أن نمشي في السابق لكن لم يسعفنا الوقت، أعد تقديمه، لكن إحقاقا للحق هو قدم من قبل الأخ يوسف الفضالة. أيضا على التقديم قانون البديل الاستراتيجي، والنسخة اللي أنا قدمتها هي النسخة اللي قدمها الأخ الفاضل الدكتور خليل أبل ومجموعة من الأخوة الأفاضل في المجالس السابقة، منهم الأخ الفاضل أحمد لاري وآخرين. البديل الاستراتيجي يحقق نوع من العدالة وراح يرفع رواتب 90% من أبناء الشعب الكويتي تقريبا إذا طبق، فقط بتحقيق مبدأ العدالة والتوازن. التفاصيل كلها موجودة فيه، أعتقد هذه أولوية يجب أن ينجزها المجلس، وهي من ضمن حزمة تحسين معيشة المواطن. وأخيرا وليس آخرا بالنسبة للقوانين اللي قدمتها اليوم، قانون بشأن مكافآت الطلب في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي. كلنا كنا خلف ودعمنا زيادة مكافآت الطلبة الخارجين الدارسين في الخارج عفوا لاحتياجاتهم، ويستحقون هذه الزيادات، لكن أعتقد نسينا الطلبة الذين يعني يدرسون في الجامعات والمعاهد داخل الكويت.
فلسفة القانون، وأيضا قدمها مجموعة من الزملاء في السابق منهم الأخ ناصر الدوسري وآخرين، فلسفة القانون لكن بتعديل اللي عدلناه إحنا أو قمت بتعديله، بأني ربطت المكافأة ومبلغ المكافأة أيضا في المعدل التراكمي للطلبة، وذلك لتحفيز الطلبة على التحصيل العلمي ولتحفيزهم على التميز، لأن هؤلاء الخريجين هم الذين سيقومون بتطوير المجتمع وتحقيق التنمية. فكلما حفزناهم على زيادة التحصيل العلمي، وليس فقط الزيادة إنما التميز في ذلك، أنا أعتقد هذا من صالح المجتمع، ويجب أن لا ننسى طلبتنا الذين يدرسون داخل الدولة. هذا فيما يتعلق في الجانب التشريعي. في الجانب الرقابي قدمت أيضا عدة أسئلة، لكن أحد أهم الأسئلة والذي يجب أن يعير باهتمام الأخ معالي وزير الخارجية، نما إلى علمنا قيام وزارة الخارجية باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات بعض الدول الآسيوية، وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك بتاريخ 8/7، ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول والتي يترشح في هذه الانتخابات مرشحان كويتيان. قانون الرياضة رقم 87 لعام 2017، الميثاق الأولمبي، مدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، لوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي يحظروا بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال في شؤون الهيئات الرياضية، وعلى وجه الخصوص التدخل في شؤون انتخابات مجالس إداراتها. فهل يعي الأخ وزير الخارجية خطورة هذه الإجراءات إن صحت هذه المعلومات؟ لذلك أسئلتي: هل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت خلال الفترة من 1/5/2023 وحتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه؟ وهل تم الطلب من أي من سفارات دولة الكويت المتواجدة بدول آسيا وأعضاء البعثات الدبلوماسية دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ طبعا المرشحين الأخوة الأفاضل سيد حسين مسلم والشيخ طلال فهد. إذا كانت الإجابة بالإيجاب على أي مما سبق، يرجى موافاتنا باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشيحه، وهل منح أي من طلب منهم دعم أي من المرشحين المذكورين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال مقابل الدعم، إلى آخر هذه الأسئلة البرلمانية. خطر جدا، خطر جدا أن تجير أجهزة الدولة لمخالفة قانون الدولة ولمخالفة القوانين الدولية من أجل أي شخص أيا كان هذا الشخص. هذه انتخابات يفترض أن تكون انتخابات نزيهة، الهيئات والجهات الحكومية ما المفروض أنها تتدخل بأي شكل من الأشكال. أحد الأسئلة: إذا كانت يا الأخ وزير الخارجية بتعليمات، يجب أن تذكر ممن هي التعليمات وعلى أي أساس جاءت التعليمات، وإذا كان هناك أي وثائق تدعم هذا الادعاء مطلوب في السؤال أن تزودني فيها. في النهاية يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله نلتقيكم بعد الحج، وعيدكم مبارك مقدما، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا.